السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله كاملين الناس اللي كيتفرجوا فينا، حياكم الله، والناس اللي ما كيتفرجوش فينا وعيت تفرجوا فينا تاوما حياكم الله، وتحية طيبة للجميع، ونتمنى من الله عز وجل يتقبل الله الصيام ديالكم ويشافينا ويشافيكم. وشعارنا دائما أننا لا نصنع المعجزات بل نحن نعمل بالأسباب، والشافي هو رب العالمين. الحمد لله، هذا الشهر الكريم وشهر التوبه وشهر الغفران ان شاء الله تعالى، وبغينا كون ندير واحد الاجر باذن الله، نتعاونوا كامل ان شاء الله. وكيف كتعرفوا مركز احمد نافع تلقى واحد المبادره ديال الرقيه باذن الله عز وجل، الرقيه تكون جماعيه مجانيه باذن الله، عندوزوا فيها واحد 5 ديال الناس ولا واحد 6 الناس و4 الناس في النهار باذن الله عز وجل بالمجال، ودي كنديروها دائما، ولكن دابا كنا كنديروها خاصه كذا باش الله بغينا نديروا اعلان تكون عامه باذن الله. ولي نقول لكم هو مرحبا ان شاء الله بالجميع، الرقيه بالمجان باذن الله تكون جماعيه، والفرضيه الانسان غادي يؤدي الواجب ديالو باش يتعاون على المصاريف ديال الكرا والمصاريف ديال الناس اللي تخدموا في المركز. وتحيه للجميع، ولا نوصيك عليها خويا ولا اختي تفرج في هذا الفيديو، هو انك تقرب من الله سبحانه وتعالى. ولا كنت مبتلى بمرض روحي ففي هذا رمضان هي الفرصه ديالك ان شاء الله باش انك تعالج، وباش انك ان شاء الله تكون المسائل ديالك مزيانه وتكون الامور ديالك بخير وعلى خير، وتقرب من الله سبحانه وتعالى بالصيام بالقيام بالاذكار، وغادي يشافيك الله عز وجل. ومرحبا بالجميع ان شاء الله سبحانه وتعالى، الباب مفتوح في وجه الصغير والكبير، ما عندناش مشكل باذن الله عز وجل الا توفرت الشروط باذن الله. وكان حيت الحمد لله معليش مركز تابع ليا انا، كنحاول نخدم على مركز واحد. علاش؟ لان اذا تعددت المراكز يعني ما كيبقاش الوقت للناس اللي كيجيو عندك، وخاصك الانسان اللي جاتك تعطيه وقت وتسمع ليه وتفهم المشاكل ديالو باش تعاونوا قدر المستطاع ان شاء الله. ولو وفق الله سبحانه وتعالى غادي نخليوها تبقى هذه المبادره ان شاء الله ديال ديما ان شاء الله عز وجل. وفيما نمشيو لاي مدينه وتجمعوا الناس في شي بلاصه وبغاو الرقيه جماعيه، فاخوكم احمد نافع موجود، مرحبا بالجميع. رسالتي لجميع الناس المرضى هما اللي تقربوا من الله سبحانه وتعالى، ويتاكد ان ما اصابك ما كان يخطئك، وما اخطاك ما كان يصيبك. والمسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي اذا اصابته سراء شكر، واذا اصابته ضراء صبر. والمرض ابتلاء، واللي ابتلاك قادر يرفع البلاء عليك، والابتلاء فيه الصبر. وتقول الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أحبكم في الله، والسلام عليكم. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.